أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج هنا مجد، حيث المتعة والمرح والفائدة. اليوم مدارس قرطبة زي ما تشوفوا ما شاء الله، مدارس قرطبة المتقدمة بالشفا عندهم فعاليات رائعة جدا باستقبال طلاب أولى ابتدائي في أول مراحلهم الدراسية، الله يوفقهم يا رب العالمين. زي ما تشوفون ما شاء الله، خذ لي نظرة على المسرح وخذ لي نظرة على الحضور وشوف الإبداع والإمتاع، يا سلام. وهنا شباب متحمسين وفر، يا سلام، يا هلا يا هلا وسهلا، يا هلا ومرحبا. يا مرحبا، حياكم الله مشاهدينا الكرام. نتعرف على الشبل، وش اسمك؟ يزيد أحمد المنصور. ونعم، أبو أحمد أنت؟ إيه. بأي صف؟ ثالث ابتدائي. كفو، إن شاء الله أنت يعني إذا كبرت وش بتصير؟ والله دكتور أسنان. الله أكبر عليك. إيه والله. وتفتح عيادة؟ أكيد. وتحط عروض وشغل؟ أكيد. بيض الله وجهك. منين حبيت أنك تصير دكتور؟ من اللي خلاك تحب المهنة هذه؟ والله أنا قررت، كنت أبغى لعب كرة، بعدين غيرت، قلت الدكتور أحسن شيء. الدكتور يفيد الناس يعني؟ إيه. بيض الله وجهك. طيب أنت وش أكثر شيء يحمسك؟ وش أكثر شيء يحمسك أنك تجي للمدرسة؟ والله إن المذاكرة. ذاكر؟ إيه. وش فيها المدرسة شيء حلو طيب؟ والله عجبتني انها كبيره وحلوه وكبيره وفيها ملاعب. يا سلام، فيها مسبح؟ فيها مسبح ما شاء الله. وبس. بيض الله وجهك، شكرا لك. عفوا، يعطيك العافيه. الى مشارك اخر وشبل اخر. يا هلا وسهلا، يا هلا ومرحبا، معنا الكابيتانو الكبير، ايش اسمك؟ يعقوب. ونعم، شلونك؟ طيب. باي صف؟ اولى. متحمس للمدرسة؟ ايه. وش اكثر شيء محمسك انك تبدا مشوارك الدراسي؟ المدرسة. ايه، وش اكثر شيء حلو بالمدرسة يخليك تجي؟ الله. اي حلو، الله في كل مكان احنا نحبه، ولكن المدرسة يا يعقوب، وش المسبح فيها حلو، الملعب، الرياضة حلوة. حلوة. طيب يعقوب، عندك انشودة؟ ايه. يلا. يا أبونا أمنا يا يا بيت، يا أبونا أمنا يا سند بيت الهنا، احنا ما ننسى فضلكم حتى آخر عمرنا، يا أبونا أمنا. يا سلام، وش هالجمال؟ حلو. وش هالصوت الحلو؟ ألقاه فراغ. شكرا لك أستاذ يعقوب. عفوا. في أمان الله. إلى مشارك آخر. يا مرحبا، حياكم الله، وش اسمك؟ عمر. ونعم يا عمر، كيف حالك؟ الحمد لله. عمر متحمس، بأي صف أول شيء؟ ها؟ بأي صف؟ صف خامس. خامس؟ إيه. تلعب علي؟ بأي صف علمني؟ صف؟ بأول؟ إيه. ونعم. عمر، وش أكثر شيء متحمس له للمدرسة؟ حمس الكورة، أنا حبيتها مرة. لعيب أنت؟ إيه. يعني يمكن نشوفك بعدين بأي فريق؟ ها؟ بأي فريق؟ فريق كريستيانو. حلو. كريستيانو. اوه يا سلام يا عمر، ان شاء الله تخدم دينك ووطنك وكل شيء. امين. بيض الله وجهك. اهلا وسهلا، يا مرحبا، معنا ضيفنا اللطيف الجميل الطالب النجيب الذي لا يشق له غبار. ايش اسمك؟ حسام السعودي. نعم، شلونك يا حسام؟ طيب اللهم لك الحمد. اي صف؟ سادس. الله، خلصنا يعني؟ ايه، باقي شوي على المتوسط. الله اكبر. حسام، نظرتك المستقبليه ان شاء الله وين ناوي تصير؟ كيف قصدك يعني بعد ما تخرج من الجامعه وكذا؟
أكون مهندس بإذن الله تعالى. أوه، وش بالتحديد؟ معماري. ما شاء الله ما شاء الله يا حسام، والله إنك ما شاء الله عليك. طيب حسام، من يذاكر لك بالبيت؟ من أنا ذاكر والله ما بنفسي، ما حد يذاكر لك بالبيت للأسف. يعني ما أخذ جوك؟ أي الحمد، موسع صدرك. اللهم لك الحمد. وش أفضل مادة تحبه؟ اللهم صل على نبي محمد. لغتي. إيه. وعندك إلقاء طيب يعني؟ تقريبا. وش أكثر بيت حافظه من لغتي تحس إنه له؟ والله صدق ولا بيت للأسف. لا تنكبنا والله، لا ولا بيت للأسف. ذاك اللي يقول البارحة يا حسين مركاي كوعي. لا للأسف والله، والله للأسف. طيب حسام، أكله تشوفها مميزة تزبطك وتزبط مزاجك للإقبال على المذاكرة، وش هي؟ يعني أكله هذا طيبة مرة. رز. الكبسة. الله. لحم ولا دجاج؟ لحم. بيض الله وجهك. نورتنا يا حسام. نور نورك. نلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم. يا مرحبا، يا هلا والله وسهلا. معنا أحد المعلمين في مدارس قرطبة المتقدمة، الأستاذ المعلم سامي حمزة. حياك الله. الله يحييك، الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله، في نعمة الحمد لله. الله يسعدك، يديم عليك يا رب النعمة. كم لك سنة معلم ما شاء الله؟ 37 سنة. تبارك الله ما شاء الله. في أي مجال؟ صف أول ابتدائي. نعم. صف أول دائما عندهم شوي يعني، كيف يعني كيف الواحد يوصلهم معلومة إنه يعني موجود الآن وقتنا الحالي الألعاب الإلكترونية وكذا؟ نعم، شوف حبيبي، صلى الله رسول الله. أولاً الطفل المدرس الناجح يجب أن ينزل بمستواه العقلي إلى فهم الطفل. إن استطاع المدرس إن هو يفهم الطفل اللي قدامه يستطيع إن هو يوصله المعلومة، هذا أول شيء. الشيء الثاني، لو حبيت عالج مشكلة، أنا كطبيب داخل الفصل بحاول أنا اختبر الولد، أعرف مشكلته إيش، وبالتالي بحاول أنا يعني أضغط على ناحية الضعف اللي هو موجود فيها. بس ضعيف في الكتابة، أهتم بالكتابة. ضعيف في القراءة، أهتم بالقراءة. عنده تأتأة، لجلجة، يعني تعثر في النطق، هنا بحاوله على المرشد الطلاب، والمرشد الطلابي طبعا بيستعين بوالده وبيعرضه على إحدى اللجان الطبية. نعم، ممتاز. طيب الآن الأهل دورهم مع الأطفال كيف الآن؟ لا، مهم جدا، مهم جدا. يجب أن يكون في تواصل مستمر ما بين المدرسة والمنزل وبين المعلم والمنزل، عشان يحصل نوع من التقدم عند الطالب، خاصة الطلاب اللي هم يعني المتأخرين دراسيا. نعم، تواصل مطلوب، ومطلوب يعني على أساس أن المعلم هو اللي بيكتشف الضعف اللي عند الطالب، وبالتالي بيخبر أهله، ابنك ضعيف في القراءة، ولدك ضعيف في الكتابة، ولدك ضعيف في الإملاء، ولدك ضعيف في الرياضيات، وبالتالي من خلال تحديد المشكلة بنقدر نتواصل مع بعضنا ونقدر نحل المشكلة سويا. والله ما شاء الله، يعني إجابات شافية وكافية. أستاذ سامي، كلمة أخيرة. نعم، أقول الزمن القادم صعب، يجب أن نهتم بأولادنا، نحفظهم كتاب الله، ونعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك. عفوا، شرفتنا. الله يرحمك. يا مرحبا. هنا كان لقاءنا مع الأستاذ سامي حمزة، أحد معلمين هذه الأجيال. أسأل الله يوفقه ويسر أمره ويجبر خاطره يا ربي. وإلى هناك. كيف حالك؟ طيب. وش اسمك؟ سامر. ناور الكاميرا. سامر؟ إيه. ليش سموك أهلك سامر؟ بس كذا. يعني مسكت معهم سموك سامر؟ إيه. مبسوط على اسمك؟ إيه. الحمد لله. سامر بأي صف؟ صف أولى. أولى متوسط؟ إيه. أولى متوسط؟ لا. أولى ابتدائي. إيه، أولى ابتدائي. ما شاء الله عليك. وش بتصير إذا كبرت؟ عسكري. كفو. ضابط؟ إيه. كفو. تحية.
صح عليك. طيب ان شاء الله ناظرني، يعني ان شاء الله باذن الله اذا كبرت تزوجت وجبت عيال وش بيصير اسم ولدك؟ اسميه فهد. ابو فهد. ابو فهد وش اكثر اكله تحبها؟ لا الرز. حلو. واللي تو وشي؟ الاندومي. طيب سامر اخر سؤال، وش اكثر شيء تحبه بالمدرسه؟ المسرح. المسرح؟ يعني بتصير بعدين ان شاء الله منشد ولا تلقي وكذا؟ اي. والله ممتاز عليك، قل لهم مع السلامه. مع السلامه. ونشوفكم على خير. نشوفكم على خير، وان شاء الله تشوفوني ضابط. صارت تشوفوني ضابط. يا اعطهم تحيه على الكاميرا. سلام. نبي نبدأ معاكم في هاللعبة الجميلة. مثل ما قلنا هاللعبة هذه مهمة جدا، تساعدهم على التوازن، أيضا ممتعة للأبناء، وأيضا تحتاج تركيز، فهي تنمي مهارة التركيز ومهارة التوازن، وأيضا لابد يكونوا متعاونين. حنا خليناهم فريق، ما خليناها لعب فردي، حتى يكون في روح الجماعة وروح المشاركة، ونشوف من اللي راح يفوز معنا. أي فريق؟ جاهزين؟ 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 ممتاز ممتاز. يلا ارجع ورا عشان نبدأ، ارجع ورا عشان نبدأ. طبعا يا شباب راح شوي يسار، تعال هنا تعال هنا. طبعا خلونا نعد لهم، نعد لهم أول. نعد، يلا عدوا معي، عدوا معي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ابدأ يلا، ابدأ ابدأ، بسم الله. يلا يا سلام، أيوة يا سلام عليك. يلا يا بطل، يلا يا بطل، أسرع أسرع أسرع. ها انتبه، لازم يؤخر عن هذه. كانت الفرشة. تعال هنا تعال هنا عن هذه، تعال هنا، تعالوا كذا شوي، تعال كذا كذا. ها دخلهم من هنا عشان يتعدون ذي. تعال هنا شوي، تعال جنبه، تعال معه، تعال معه، تعال هنا قدام شوي. خلكم ورا، خلكم ورا 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 ورا. ايوه يا سلام، حتى هنا الأول وصل. يا سلام، يلا يلا يلا. طيب خذها، يلا يلا، جاء دورك يا بطل. يلا يلا، جاء دورك، جاء دورك يا بطل. البس، راح صف معهم، صف صف معهم هنا ورا. يلا أيوة يا سلام عليك، يلا صف هنا. سلام عليك يا بطل، وقف هنا. يا سلام، يلا أسرع أسرع أسرع. أيوة البس، يلا يا سلام يا سلام. ايوه يلا يلا، المنافسة حامية. من بيفوز؟ ما ندري من يفوز. يلا توازن، يلا بسم الله. يلا يا سلام يا سلام، وهنا البطل، وهنا البطل. يلا من اللي بيفوز الأسرع؟ من الأول؟ من اللي بيفوز؟ يا سلام، هنا في تنافس، هنا في تنافس، هنا في قوة. وهنا يقول له تعال يا حبيبي تعال، وهنا يقول له تعال يا حبيبي تعال، انا اللي بفوز. يلا البس البس. ايوه، والثانيه. يلا يا سلام، هذه حقت محترفين فنانين. خليه يروح كذا يسار 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 يسار. ايوه يا سلام يا سلام. مين مين اللي يفوز؟ مين مين الاول؟ مين مين الاول؟ مين؟ اي الفريق الفائز؟ ما شاء الله، يا سلام عليك، احسنت. يلا زميله، يلا يلا يلا، امسك 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 بسرعه بسرعه بسرعه. توازن صح. دخل هذه، دخل رجلك هنا زين. ايوه هنا. باقي كم باقي هنا؟ من باقي ملعب؟
يلا يا سلام. من يلعب لكم من اللي ملعب؟ أنا. حلو يلا. حلو حلو. يلا أسرع يا بطل يلا. شلون هنا؟ تعال هنا تعال هنا. نتعرف على الحبايب والشباب. وش اسمك؟ محمد. ونعم يا محمد، وش بتصير اذا كبرت ان شاء الله؟ طيار. ونعم يا سلام. وانت يا حبيبي؟ سطام. ونعم سطام، وش بتصير اذا كبرت؟ ضابط. ضابط حلو. وانت يا شيخ؟ خلف. خلف، وش بتصير اذا كبرت؟ دكتور. حلو، دكتور اسنان ولا دكتور باطنيه؟ حلو. وش اسمك؟ تيسير. ونعم، وش بتصير اذا كبرت؟ شرطي. ونعم يا سلام. الشرطي اندق له تحيه. حلو. وش اسمك؟ تميم. ونعم يا تميم، وش بتصير اذا كبرت؟ مدرس. مدرس وشو؟ مدرس الرياضيات. حلو. وانت يا بطل وش اسمك؟ عبد الله. وش بتصير؟ بصير دكتور باطنيه. حلو حلو حلو. وانت شو اسمك؟ اصيل. وش بتصير اذا كبرت؟ فضائي. فضائي، رائد فضاء. يا سلام. طب وقف هنا عشان بس البطل. وش اسمك؟ عبد الرحمن طير. وش اسمك؟ عبد الرحمن طير. ونعم، وش بتصير؟ صر شرطي. حلو. وانت شيخ؟ ايش؟ وش اسمك؟ اسمي زياد على سليم. ونعم، وش بتصير اذا كبرت؟ بصير شرطي. يا سلام. اخر واحد معنا، وش اسمك؟ عمر. وش بتصير؟ دكتور. دكتور. اللعبه يا شباب، اللعبه يا شباب كالتالي: اختار رقم، تصيرون رقم واحد. بطارق بطارق، اختار رقم، خلوكم على المسرح شوي. اذا قلت رقم اثنين، كل اثنين مع بعض. اذا قلت رقم ثلاثه، كل ثلاثه مع بعض. حلو. اللي ما له احد يطلع برا، اخر اثنين لهم جائزه. ممتاز. حلو. اذا قلت رقم واحد، يلا واحد 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 واحد. حلو. خمسه 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 خمسه، يلا خمسه. كل خمسة جميع، كل خمسة جميع. مثلا احنا خمسة، تعالوا نمسك بعض. تعال معي تعال معي خمسة، تعال تحركوا. ايوه هذا خمسة، روح معهم روح معهم. ممتاز. هذا خمسة اشخاص. فهمت اللعبة؟ خلينا نقول رقم أربعة. أربعة أربعة أربعة، كل أربعة جميع، كل أربعة جميع. يلا أربعة، رقم أربعة. أنتم كم؟ امسكوا بعض بسرعة. طيب يلا. شوف الحين باقي اثنين، الباقيين هذول يطلعون برا، بس حنا إلى الحين تجربة. يلا. حلو. لازم يصير معك رقم واحد، اثنين، ثلاثة أشخاص جميع. ممتاز. نبدأ. واحد 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 واحد. حلو. حلو. واحد 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 واحد. اثنين 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 اثنين. بسرعة. حلو. اثنين اثنين يا شباب. ايوه يا هلالي، الهلالي مع الهلالي. حلو. بسم الله. واحد 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 واحد. حلو. تحركوا على المسرح. ايوه تحركوا. ايوه عشان نحرك الدم، نحرك الدورة الدموية شوي. بسم الله وعلى بركة الله.
خمسة 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 يا شباب، خمسة يا شباب، باقي واحد، باقي واحد، باقي واحد، باقي واحد معكم. وين؟ واحد واحد، شوف باقي واحد يا أخي. حلو، عرفنا اللعبة الحين. إذا قلت رقم وفي واحد ما له أحد يطلع برا. حلو، لازم تتحرك أنت وتشوف الاحتياج كم الرقم اللي باقي لك. نكمل. واحد 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 واحد، اثنين 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 اثنين. روح شوف. ايوه ايوه كذا، حلوين. نبدأ نطلع الحين، نبدأ نطلع من الآن. مركزين. أربعة 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 يا شباب، أربعة يا شباب. أوه خلاص. وش اسمك؟ عبد الله. وأنت عبد العزيز؟ تيسير. تحية لعبد الله تيسير، تحية لعبد الله تيسير. خذ هدية، خذ هدايا، خذوا هدايا، خذوا هدايا، تستاهلون. واحد 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 واحد. أيوة. ثمانية 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 ثمانية. كم ثمانية؟ ثمانية ثمانية. أنتم أربعة الآن، أبغى ثمانية. رقم ثمانية كم؟ ثمانية أشخاص. يلا ثمانية يا شباب، ثمانية يا شباب. حلو. ستة 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 ستة. أو ستة ستة. يلا يلا يلا، هذا ثمانية. واحد 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 واحد. ستة 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 ستة. يا رجل ستة يا رجل. هذول آخر ناس انضموا للمجموعة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. خذوا هدايا، خذوا هدايا، تستاهلون. لا لا لا، هذول اثنين بس. خذوا هدايا، روحوا خذوا هدايا. أيوة. إلى هنا نقول انتهينا من تغطيتنا اليوم في مدارس قرطبة المتقدمة بحي الشفا بالرياض. يا ربي يقر عينكم، يا رب صلاح أبنائكم وبنياتكم، وإن شاء الله يرفعون رؤوسكم ويكونون يعني خير جيل يبني هذا المجتمع ويخدم الدين والوطن والمليك. شكرا لكم على مشاهدتكم تغطيتنا اليوم في برنامج هنا مجد. نلتقي بإذن الله في تغطيات أخرى.